الحالات الشائعة، ما بدي أسميها مرض، هي حالة موجودة عند الأطفال وموجودة عند الكبار. هاي الحالة بتتركز إنه ما في عنا تركيز وفي عنا تشتت في الحركة وتشتت في الأفكار ومش قادرين نركز، وهذا بينتج عنه عواقب وخيمة إذا ما تسيطرت على الأعراض. طبعا هذا المرض بسموه عند الصغار أو عند الكبار Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit يعني مشكلة في قلة التركيز، Hyperactivity Disorder اللي هي الـ ADHD. الـ ADHD حالة موجودة عند الأطفال بكثرة وعند الكبار. عند الأطفال اللي موجودة عندهم هاي الحالة بنسميهم بأسماء مختلفة أو بنوصفهم بأسماء مختلفة، يعني ممكن نوصفهم بالطفل الورش، الطفل اللي عنده طاقة زايدة، اللي بيعصب بشكل سريع، الأطفال اللي ما بتحملوا إنك تعطيهم مهام، ما بيقدروا يركزوا في المهام هذه بشكل متواصل، يعني بنعطيه واجب يحله، الواجبات بده نص ساعة، بنشوفه بعد 5 دقائق شال وما بده يرجع على الواجبات، راح على شيء ثاني ممكن افضل له للطفل انه يسويه او للولد. فانتباههم بيكون متشتت وتركيزهم بيكون ضايع بين التشتتات، فهيك ما بيتم انجاز العمل. وهذه مشكلة، مش يعني هو الطفل أو الشخص بده يسويها، يعني مش القصد إنه هو ينرفز أو ما يكمل المهام أو ما يركز معنا لما نحكي معه. مثلا في بعض الناس اللي مصابين في هالحالة تحكي بتحكي بتحكي معه وهو كأنه سارح مش سامع، بس هو سامعك بس مش مركز معك، بجوز براسه قاعد بفكر بشغلات تانية. نفس الشيء لما الأشخاص اللي عندهم الـ ADHD بضلهم يحكوا والحكي تاعهم ما بيسمحوا لأي حدا إنه يوقف الحكي، يعني لأنه إذا وقفوا حكيهم بيقدروش يرجعوا للأفكار تاعتهم ويكملوا، فبكونوا مركزين كل تركيزهم وكل قدرتهم إنهم يعطوا الموضوع حقه ويحكوا يحكوا يحكوا يحكوا، والجهة الأخرى تنزعج إنه ما بعطوها المجال إنها تحكي. هذه من الخصائص. هلا هو يعني شغلة دماغية، كل الموضوع أصلا دماغي، خلل في الجهاز العصبي. إذا فهمنا المراكز اللي بتتحكم في الموضوع التركيز في الدماغ، في الحالة ممكن ندل على بعض الحلول الطبيعية اللي نخفف من أعراض هاي الحالة. هاي الحالة حالة سلوكية مع تغير في كيميائية الدماغ، خلينا نحكي الألفاظ العلمية هذه المشوقة لكم، كيماوية الدماغ أو المغسلات العصبية في الدماغ. في عدة مغسلات، فوق العشرات المغسلات، أهمها في موصلات خاصة بتنقل الإشارة العصبية من منطقة لمنطقة. يعني الجهاز العصبي 100 مليار من الخلايا العصبية الدقيقة اللي مربوطة في بعضها، كل خلية عصبية من 100 مليار متصلة بآلاف بآلاف الخلايا العصبية الثانية. والجهاز العصبي ككل بيشتغل على مبدأ توصيلات دقيقة في الأعصاب، والتوصيلات هذه مثلا من الجبهة للمخيخ ما في توصيلات محدودة وثابتة، التوصيلات هذه بتحصل مع الوقت، يعني مع الحركة أو التفكير، يعني ما في إشي واضح إذا سمعت الكلام هذا بدي أتصرف بالطريقة هذه، ما في إشي زي هيك. هلأ المناطق الرئيسية اللي بتتأثر واللي هي مسيطرة على موضوع التركيز والتحكم في التركيز والانتباه اللي هي الجبهة.
الجبهة ومنطقة الناصية أو بريفونتال لوب، هذه المنطقة القيادة اللي كل العمليات والتوصيلات العصبية من كل الدماغ لازم يمروا وينقاسوا ويتوازنوا من منطقة الناصية البريفرونتال لوب لإعادة تقييمها وإعطاء التوجيهات من هون. من هون التوجيهات بالنسبة للتركيز والانتباه بتتم بشكل رئيسي بتواصل بين المخيخ وبين البريفرونتال لوب، المخيخ من الخلف والبريفرونتال لوب من الأمام. يعني عشان نركز ونسلط تركيزنا وننجز لازم هدول المنطقتين يكون تواصل رئيسي بينهم. المخايخ صحيح هو صغير من ناحية الحجم بالمقارنة مع قشرة الدماغ والدماغ ككل، بس هو يحتوي على 75% تقريبا من النورونات العصبية اللي موجودة في الدماغ، يعني كمية كبيرة. شكل المخايخ وتركيبته جاي زي شرائح 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 على اللي ينظم قدر أكبر من التوصيلات العصبية. يعني هو التوصيلات المركزية بتخرج من المخايخ بعد ما يتم توازنها. المخايخ هو عنصر التوازن، توازن حركي، توازن فكري، توازن مشاعر، توازن هرموني، أي شيء في توازن لازم يمر على المخيخ من الخلف. والمخيخ ساعتها بعطي الإشارات العصبية لمنطقة الناصية إنها توافق على هذا القرار وهذا اللي بدنا نعمله. في الحالة بتتم الموافقة وبتتم إعطاء الأوامر العصبية. هيك الدماغ بيشتغل. هلأ 100 مليار خلية عصبية وبدكم تضربوا بألف بصير في عنا رقم هائل من التوصيلات العصبية بين كل الخلايا. هلأ من المواصلات العصبية اللي فيها مشكلة مع هذول الأطفال أو مع الناس الكبار؟ بس قبل ما نكمل الفرق بين الحالة هذه عند الأطفال وعند الكبار. الأطفال مش مدركين للمشكلة وليس عندهم القدرة على السيطرة على الأعراض والسيطرة على ردة الفعل تاعتهم، ولأنهم أطفال لسه دماغهم ما بيستوعب إنه في تغير في دماغهم ولازم يتصرفوا بالطريقة هاي ويتبعوا بالطريقة هذه. وبالمقارنة الكبار بالسن فوق 30 فوق 40 اللي عندهم الحالة هذه بيحاولوا يتأقلموا مع الوضع، بيحاولوا يغيروا من حياتهم اليومية بأساليب مختلفة. فبتلاقيهم المرض موجود بس متأقلمين معه، مأقلمين حالهم معه بدون ما حدا يتذاك، بدون ما حدا يحس، بدون ما حدا يصير مضاعفات جانبية بسبب هذا الموضوع. فالكبار بيعانوا ومعاناة الكبار أكبر بكثير من الصغار، بس الصغار ما بيقدروا يغيروا. فإحنا بدنا نفهم وضعهم اللي نقدر نغير، مش بس الصغار، الكبار كمان بدهم واحد اللي يفهمهم إنهم مصابين في مرض زي هيك، يعني ما يزعل إذا شاف منهم بعض التصرفات. هاي هذا موضوع مهم. يعني هم هذول الأشخاص مش قاصدين يصيحوا ولا قاصدين ينرفزوا ولا قاصدين يهملوا حكينا ولا قاصدين يجرحونا في أي مشاعر، بس هم بيحاولوا، بس المقدرة الدماغية عندهم وعقلهم هيك 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 ربنا خلقه. فمنا نتفهم ونتعامل معهم بالطريقة اللي تمشي الأمور وما يصير في مضاعفات. الموضوع متشعب شوية وفي بعض الديتيلز وصلي ببحث فيه فترة طويلة وأعطيكم